مشير إلى ما يرويه أستاذ أحمد طالب ذكره الله بالخير وشفاه، قد علمت بأنه مريض، في مذكراته الجزء الثاني وقد كان وزير التربية يذكر شيئا مهما، الأخت الكريمة قالت إنها من قطاع التربية، قال يقول بأنهم في زمن الراحل والمهدين عليه رحمة الله أصدروا قرارا بتعريف التعليم في الابتدائية، يعني بجعل العربية لغة التدريس في المدرسة الابتدائية، كان قرار جمهوري رئاسي تأكيد على أن العربية هي التي تصنع الهوية والشخصية والانتماء. قل من يريد أن يتأكد يرجع إلى مذكرات أحمد طالب إبراهيم. قل بينما أنا في مكتبي في الوزارة إذا بالسفير الفرنسي مع أرمادة من مستشاريه دخلوا علي المكتب. قال وبالقوة المستعمر، فحدثني وهو لا يزال واقفا قائلا علمنا بأنكم ألغيتم الفرنسية من التعليم، ليس هذا اتفاقه. قال فابتسمت في وجهه وقلت له لو أنك تجلس. قال فانتبه إلى أنه جاوز الحدود الدبلوماسية فجلس. فقلت له لو أنك تقوم بعملية إحصائية، نحن سندرس ساعة أو ساعتين الفرنسية الابتدائية، أنتم فارقتم حوالي 3000 متمدرس، الآن إحنا عندنا حوالي 3 ملايين متمدرس، فكان المفروض أنك تشوفها بطريقة إيجابية، باللي 3 ملايين متمدرس سيدرسون على الأقل ساعة فرنسية. قال فسكت ونظر إلى مستشاريه وقال هذا أمر جديد. قل فكلمت السيد الرئيس والبومدين، قلت له سيدي وزير كان هذا تصرفي، لكن الآن أقول لك التقرير. فقال لا تزال عين فرنسا على الجزائر، لا تزال عين فرنسا على الجزائر. تكلمت بأن السلم هي روح الإسلام، هي شريعة القرآن، وبأنها وظيفة عمران، وبأنها ضرورة تواجدنا كجزائريين، حياتنا كجزائريين لابد أن يكون السلم فيما بيننا قائما. لكن دعوني أذكر نفسي وأذكركم بواحدة من آخر الرسائل التي أرسلها نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا قبل أن يتوفى أرسل رسالة إلى العرب خصوصا، وصدقوني عندما قرأت الرسالة قلت لعل الرجل كان مسلما أكثر منا، لعل الرجل. يقول مثلا في رسالته، ما نقرأها لكمش كلها لأنكم تشوفوا بأنها من صفحتين ولكن مقاطع، لاحظوا الأسئلة الكبرى التي يقولها: كيف نتعامل مع إرث الظلم لنقيم مكانه عدلا؟ هناك إرث للظلم، كيف نقيم العدل مكانه؟ يقول إن معظم وقتنا يضيع في السب وفي الشتم، هذا ليس حلا لإذهاب الظلم ولإقامة العدل. يقول في مقطع آخر إن النظر إلى المستقبل هذا الحل، إن النظر إلى المستقبل والتعامل معه بواقعية أهم بكثير من الوقوف عند تفاصيل الماضي المرير. ننظر إلى المستقبل. يقول بعد ذلك في تجربتي الشخصية التي أقامها في جنوب إفريقيا شكلت لجنة الحقيقة والمصالحة التي جلس فيها المعتدي والمعتدى عليه وتصارح وسامح كل منهما الآخر. إنها سياسة مرة لكنها ناجعة. الأخير يختم رسالته بقوله، لا تنسوا بأن الرسالة موجهة للعرب، يقول أتمنى أن تستحضروا قولة نبيكم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إخوة الأكارم، لعلني تحدثت السلم والمصالحة من منظور حضاري، من منظور وجودي، من منظور إيماني، لكن دعوني أقول لكم بأن القرآن الكريم عرض علينا بأن السلم المصالحة